البنك الإسلامي للتنمية، السادة أصحاب المعالي الوزراء، الضيوف الكرام. أرحب حضراتكم في هذا اليوم الثاني من منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي تنظمه مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ثقة، والشركاء المحليين من مؤسسات حكومية وخاصة بجمهورية مصر العربية وجميع الدول الأعضاء. لقد تناول اليوم الأول وفعالياته العديد من الموضوعات المختلفة والمتعلقة بدور القطاع الخاص في الدول الأعضاء بالبنك لتدعيم النمو والتعافي في أعقاب الجائحة، وكذلك موضوعات التمويل الأخضر والتخفيف من آثار التغيرات المناخية وآليات تمويلها. هذا واليوم نستهل فعالياتنا لليوم الثاني بجلسة تواصلية بين القطاع الخاص والحكومة المصرية، حيث يشرفنا دولة رئيس الوزراء المصري في جلسة حوارية حول أهم المستجدات في بيئة الأعمال المصرية وتوجهات مصر للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة. معنا على المنصة دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط في مصر وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الإسلامي للتنمية، لتدير الحوار بعد قليل مع سيادته. وبالتالي نطلب من السادة الحضور لكل من يريد أن يوجه أي أسئلة لدولة رئيس الوزراء أن يبدأ الآن في كتابة هذه الأسئلة، وسيتم جمعها وعرضها على معالي دولة رئيس الوزراء ولكن بعد قليل. أما الآن فالكلمة مع معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فلتتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السادة الزملاء الأعزاء من الوزيرات والوزراء، السادة رؤساء المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، ضيوف مصر الأعزاء، برحب بحضراتكم جميعا تاني مرة النهاردة في استمرار اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية اللي احنا بنتشرف بوجوده وانعقاده في القاهرة في شرم الشيخ، في جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ، بعد 30 عام من آخر مرة يعقد هذا اللقاء. الحقيقة الأول مرة أيضا كان من الأهمية أن احنا نعقد منتدى للقطاع الخاص على هامش هذه الاجتماعات. ليه احنا وزملائي ومعالي الدكتور جاسر رئيس البنك وكل الزملاء في البنك اتفقنا على انه لابد من ان يكون لاول مره هذه الاجتماعات نعقد فيها منتدى للقطاع الخاص لاكثر من سبب. لاول سبب انه كل الدول الاعضاء في المؤسسه بتؤمن بشده باهميه دور القطاع الخاص في عمليه التنميه، وخصوصا ان البنك الاسلامي للتنميه بعد ما بدا بمؤسسه واحده توسع وبقى لديه عدد من المؤسسات التمويليه التنمويه التي تدعم القطاع الخاص، التي تساهم في تسهيل ودعم التجاره، التي تساعد في دعم الائتمان للاستثمار والصادرات للقطاع الخاص. فالمجموعه الحقيقه بتشكلها هي مجموعه بتساعد وتدعم دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء. فكان مهم جدا ان احنا نتفق ان لابد ان يكون في هذا الجمع الكريم ان احنا يكون في لقاء ومنتدى على مدى الثلاث ايام للقطاع الخاص مع مجموعة من اللقاءات ما بين الحكومة وما بين المستثمرين. الحاجة الثالثة المهمة انه الدولة المصرية النهاردة وفي إطار التحديات والصدمات الخارجية التي تواجه دول العالم، وبعد ما الدولة مرت بالمرحلة الأولى من مرحلة الإصلاح الاقتصادي بنجاح، ثم بدأنا في المرحلة الثانية من مرحلة الإصلاح الهيكلي والتي بتؤكد
في محاورها كلها على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الخطط، في الحوافز، في التوجهات، في السياسات التي الدولة تنتهجها لدور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، كمشغل أساسي للقوى العاملة في مصر. وطبعاً يعني انتهزنا هذا اللقاء وهذا الجمع الكريم من المستثمرين ومن القطاع الخاص ومن المؤسسات الدولية عشان ندعو مرة أخرى ونثقل على دولة رئيس مجلس الوزراء أنه يتكلم على توجهات الحكومة وتوجهات الدولة المصرية في دعم القطاع الخاص من سياسات، من إجراءات، من تحفيز، من آليات لهذا الدعم، ويكون هناك هذا اللقاء. وأنا مقدرة جدا جدا مرة تانية بالنيابة عن حضراتكم جميعا، بشكر شكرا جزيلا في يعني إطار يعني الأعباء والأعمال الجسام اللي هو بيقوم بها إنه خصص لنا مرتين يلتقي بينا، فبشكره وبرحب بيه وبدي الكلمة. شكرا فندم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معالي السادة الوزراء والسادة الحضور، ضيوف مصر الكرام، مرة أخرى شرف كبير لي أن أنا أكون موجود مع حضراتكم النهاردة. والحقيقة يمكن هذه الجلسة، اسمحوا لي في مقدمة سريعة قبل ما نبدأ في تلقي أسئلة حضراتكم وأي استفسارات، ونبقى سعداء بالرد عليها، أن أنا أدي بصورة موجزة يعني موقف الاقتصاد المصري ورؤية الدولة المصرية في التعامل مع الفترة القادمة. ويمكن إحنا يمكن الدولة المصرية الحقيقة، اسمحوا لي، العقد الماضي الحقيقة كان عقد استثنائي بكل المقاييس. مصر مرت بثورتين 2011 و2013، كانت ظروف شديدة صعوبة على يعني من حيث الوضع السياسي والوضع اللي في الشارع. الكلام ده طبعا كان ليه تداعيات كبيرة جدا على الاقتصاد المصري ومؤشراته وحجم نموه، وده طبيعي جدا في أي دولة بتمر بعملية اضطراب سياسي أن يبدأ الاقتصاد يضطرب، ويبدأ أيضا يبقى هناك تخوف من القطاع الخاص في التوسع في عملية التمويل بغرض التنمية. الكلام ده بيتماشى يعني بيتوازن معاه طبعا أن مصر دولة من الدول اللي فيها طبعا تحدي النمو السكاني المستمر، وبالتالي مصر في خلال هذا العقد برضو كانت بتنمو بمتوسط 2 مليون نسمة إضافية كل عام. يعني لنا أن يعني نتخيل أن في خلال 10 سنوات زاد عدد سكان مصر يمكن بحوالي 22 مليون نسمة. طبعا 22 مليون نسمة ده ممكن يبقى بتعداد دول كاملة مع بعضها البعض، مش حتى تعداد دولة واحدة. فبالتالي ممكن كنا نرى مدى التحدي الرهيب اللي كان بيواجه الدولة المصرية في هذه الفترة. والحقيقة يمكن منذ تولي فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في منتصف 2014، بدأت الدولة الحقيقة يعني تضع رؤية واضحة جدا للتعامل مع هذه التحديات. أهم شيء كان موضوع البدء يعني إعادة بناء الدولة. وإعادة بناء الدولة هنا لأن الدولة المصرية في هذه الفترة كانت بتعاني من مشاكل أساسية وهيكلية في قطاعات محورية مش ممكن أي تنمية تحصل من غيرها، وعلى الأخص قطاعات الطاقة والبنية الأساسية. إحنا في 2014 كان هناك مشكلة حادة جدا في قطاع الكهرباء، كان عندنا نقص في إمدادات الغاز الطبيعي، كان عندنا مشاكل في قطاعات المياه الشرب والصرف الصحي وقطاعات الطرق والاتصالات. فالحقيقة يمكن كان يعني عشان نقدر حتى نفكر في أن يأتي مستثمرين أو حتى المستثمرين اللي موجودين في الدولة المصرية يتوسعوا في أعمالهم، كان حيبقى دايما التحدي اللي بيواجههم طب أين الطاقة وأين البنية الأساسية اللي احنا نقدر من خلالها نشتغل. فالدولة المصرية وضعت الحقيقة رؤية واضحة جدا اعتبارا من منتصف 2014 من خلال تبني مجموعة من المشروعات القومية اللي بتركز في الأساس على بناء بنية أساسية متطورة تمكن كل المستثمرين وكل القطاع الخاص مع اكتمال هذه البنية من القدوم إلى مصر والدخول بقوة
في عملية التنمية والمشاركة في نمو الاقتصاد المصري. مصر لديها طبعا تحدي ضخم جدا، إن كل عام محتاجين تقريبا 1,000,000 فرصة عمل جديدة، وبالتالي لنا أن نتخيل إن عشان نقدر نعمل هذه الفرص محتاجين حجم استثمارات سنوية قد إيه. فمرة أخرى منذ منتصف 2014 كان بينظر إلى المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية إنها بتغطي الاحتياجات المهمة لمصر لبناء هذه الأساسيات المطلوبة، ولكن أيضا هذه المشروعات في حد ذاتها كانت بتخلق فرص عمل كبيرة جدا. وفعلا استطعنا من خلال مشروعات البنية الأساسية أن نخلق 5,000,000 فرصة عمل دخل فيها شبابنا كلهم في هذا الوقت. الكلام ده الدولة المصرية أيضا مصاحبا وموازيا مع ذلك تبنت برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية منذ نهاية عام 2016، والحمد لله يعني قدرنا من خلاله بنجاح يعني كبير بإشادة كل المؤسسات أن نعبر بالإصلاح بالاقتصاد المصري ونضعه على الطريق الصحيح. ويمكن احنا زي ما أنا قلت في كلمتي يعني أمس، لولا هذا الإصلاح الاقتصادي يعني لم تكن هذه الدولة بقادرة على الإطلاق على الصمود في جائحة كورونا، ولكن الحمد لله بسبب هذه الخطوات المهمة جدا اللي قامت بها الدولة المصرية نجحنا في استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد المصري. مصر كانت من الدول القليلة جدا على مستوى العالم على مدار عامي جائحة كورونا في استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية. العالم كله كان بينمو بصورة سلبية أو بينكمش، ولكن إحنا في مصر كنا من الدول القليلة اللي حققنا معدلات نمو 3.6 و 3.3 في عامين اللي هم بتوع COVID-19. خلصنا من COVID-19، للأسف جت طبعا الأزمة اللي بعدها على طول كانت ابتدت تظهر في اضطراب سلاسل الإمداد والتضخم، وأيضا بعديها جت الأزمة الروسية الأوكرانية اللي العالم النهاردة كله بيعاني منها. لكن الحقيقة إحنا كحكومة كنا وضعين رؤية إن مع اكتمال أعمال البنية الأساسية والمشروعات القومية إن نبدأ مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري بإعادة دور القطاع الخاص بحيث يكون هو المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية. لأن إحنا من وجهة نظرنا كدولة نجحنا في أن إحنا نعمل البنية الأساسية اللازمة، ولكن أيضا عملنا بيئة تشريعية كانت مطلوبة في هذه الفترة أيضا لتشجيع أو تحسين مناخ الاستثمار والعمل. الحقيقة كان عمل مجموعة من التشريعات المهمة جدا، ويمكن حذكر على سبيل المثال تعديلات قانون الاستثمار، قانون المناطق الاقتصادية اللي بيعطي مرونة كبيرة لإنشاء هيئات اقتصادية في مناطق بعينها وتقدر إنها تحصل لها تنمية، قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قانون حماية المنافسة والمنع الاحتكار، قوانين كثيرة الحقيقة اتعملت هدفها إنها يعني تمهد الطريق أيضا من الناحية التشريعية لحركة أكبر للقطاع الخاص في خلال المرحلة القادمة. أنا عايز بس أطبق حضراتكم إن بالرغم من كل هذه التحديات مصر في خلال العام المالي الحالي بالرغم من كل المشاكل إحنا حتى هذه اللحظة 9 شهور من العام المالي الحالي 2021-2022 معدل النمو اللي تم في 9 شهور 7.8%. وكان توقعاتنا إن يعني لولا أزمة روسيا وأوكرانيا إحنا كان ممكن نصل إلى معدلات لم ترها مصر منذ 20 أو 25 سنة، ومع ذلك توقعاتنا إن إحنا إن شاء الله هنتجاوز 6% كمعدل نمو إجمالي في خلال هذا العام المالي. كل ده بيدي رسائل مهمة جدا إن إحنا كدولة اقتصادنا ديناميكي ومرن وقادر على النمو، وده طبعا بحكم ان احنا عدد سكاننا 103 مليون نسمة، وبالتالي هو سوق كبير جدا بيشجع على عملية الاستثمار في خلال المرحلة القادمة. خليني ادي لحضراتكم في عجالة رؤيتنا الى الفترة الجاية. ويمكن احنا كدولة ابتدينا نتحرك منذ بداية هذا العام، ويمكن مع الأزمة الروسية الأوكرانية في اتخاذ العديد من الخطوات المهمة جدا لتشجيع القطاع الخاص للعودة بقوة
في المساهمة في نمو الاقتصاد المصري. وهنا أنا بتكلم على القطاع الخاص الوطني وأيضا القطاع الخاص من المستثمرين غير المصريين اللي بنرحب ترحيب كبير جدا ونشجعهم على الدخول في مصر بحكم أنها سوق واعدة وحجم اقتصاد كبير جدا آخذ في النمو. إحنا يمكن اتخذنا خطوات مهمة بالحقيقة بناء على توجيهات فخامة الرئيس، ويمكن دي كانت في شهر رمضان الماضي. الدولة المصرية يعني الحكومة عملت مؤتمر صحفي عالمي أعلنت عن مجموعة واضحة تماما من الخطوات اللي هنتخذها في خلال الفترة القادمة، وبالفعل بدأناها بتنفيذها. أول شيء الحقيقة احنا أعدينا وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودي يمكن وثيقة شديدة الأهمية، إنها بتوضح للعالم كله وللقطاع الخاص دور الدولة ورؤية الدولة لدورها في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. هدفها الرئيسي تشجيع مرة أخرى عودة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بحيث تزيد نسبة مساهمة الاستثمارات القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من 30% حاليا إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال 3 أعوام. وبنحط النهاردة في إطار هذه الوثيقة برؤية واضحة إيه القطاعات اللي الدولة المصرية حتتخرج منها بالكامل في خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات. وخليني أقول كده ببساطة شديدة يعني إيه تخارج، لأن بعض الناس ممكن بتفهمها أن هي عملية بيع فقط. لا، التخارج ده آلياته كثيرة جدا، بدءا من أن الدولة لديها أصول جيدة جدا بالذات في مواضيع زي البنية الأساسية، أنها بتطرح إدارة وتشغيل هذه المرافق الهامة للقطاع الخاص بالكامل. ده جزء من التخارج، أن يترك إدارة وتشغيل المنشآت والمرافق للقطاع الخاص بالكامل. أن جزء آخر أو آلية أخرى، إن لدينا النهاردة أصول إحنا شايفين إنها من الوارد إنها تتوسع وتكبر، وبالتالي يمكن طرحنا فكرة إن زيادة رأس المال وأي توسعات لهذه المنشآت والمشروعات الكبيرة تتم من خلال القطاع الخاص بالكامل، وبالتالي يبقى هو مساهم رئيسي في هذه المشروعات وله نسبة، وأيضا يعطى عملية الإدارة والتشغيل. وفي جزء آخر إن ممكن الدولة المصرية تبيع جزء من حصتها في هذه المرافق والمشروعات وتتركها للقطاع الخاص تدريجيا بحيث يبقى له نسبة برضو موجودة في هذه المرافق والمشروعات. في كل الأحوال الدولة هتشجع أن إدارة وتشغيل كل هذه المشروعات يتم من خلال القطاع الخاص. فده جزء من القطاعات اللي احنا شايفينها الدولة هتتخرج منها. في قطاعات أخرى استراتيجية الدولة هترى أنها هتستمر فيها، ويمكن يعني تثبت وجودها وتترك المجال مرة أخرى للقطاع الخاص أنه يكمل في هذه القطاعات. وفي قطاعات أخرى هنبدأ الدولة المصرية بحكم أنها قطاعات ليست في اهتمام القطاع الخاص أنه يشتغل، هنفضل إحنا اللي مستمرين فيها، وده موجود في كل دول العالم. فدي الوثيقة بتحدد هذا الموضوع. ولكن في نفس الوقت الحقيقة مع هذا الكلام الدولة وضعت استراتيجية واضحة لتنمية وتشجيع والإسراع بمعدلات نمو الصناعة في مصر، وإحنا لدينا يقين كامل أن الصناعة هي المستقبل الحقيقي في خلال الفترة القادمة. والحقيقة عشان كده الدولة المصرية بدأت يعني تستجيب لبعض النقاط اللي كان يمكن بتظهر من لقاءاتنا مع كل رجال الصناعة من الخارج والداخل ومع مجالس التصدير ورجال الأعمال والكلام ده كله. أهم شيء إن إحنا حددنا إن إتاحة الأراضي الصناعية ستكون دايماً أراضي مرفقة، ولكن هيكون المبدأ في تسعير الأراضي هو سعر المرافق فقط. ووضعنا الآليتين لإتاحة هذه الأراضي، إما بحق الانتفاع يا إما بالبيع وبتسهيلات ائتمانية، علشان الهدف إن إحنا نشجع القطاع الصناعي اللي موجود اللي بيرغب في التوسع وإنشاء أو توسع في مصانعه القادمة أن يحصل على الأراضي بصورة مباشرة. اتعملت لجنة واحدة مجمعة هي اللي بتخصص الأراضي بصورة فوريا، وتم اتخاذ القرار أن هيئة التنمية الصناعية تطلع الرخصة، هي رخصة واحدة في حد أقصى 20 يوم عمل،
بحيث ان المستثمر بياخد الرخصه من هيئه التنميه الصناعيه، وهيئه التنميه الصناعيه هي اللي بعد كده معنيه تاخد موافقات بقيه الجهات. تم تفعيل ماده مهمه جدا في قانون الاستثمار، وهي اعطاء الرخصه الذهبيه اللي بتصدر من رئيس الوزراء شخصيا وبتجب كل الموافقات الاخرى في المشروعات التنمويه الكبيره، سواء صناعة مشروعات أخرى إحنا بنراها كدولة إنها مهمة ويعني بتساهم في نمو الاقتصاد المصري. الحقيقة الدولة المصرية أيضا وضعت حوافز ضريبية وغير ضريبية لمشروعات بعينها، ويمكن إحنا التركيز الفترة القادمة على مشروعات الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة. الدولة المصرية وقعت على مدار الشهرين اللي فاتوا 6 مذكرات تفاهم مع تحالفات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في خلال المشروعات الكبيرة، لأن الرؤية أن مصر إن شاء الله ممكن تكون مركز إقليمي وعالمي لإنتاج هذه النوعية من الطاقة الخضراء. مصر من الدول القليلة اللي لديها يعني أماكن جيدة جدا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي الدولة المصرية النهاردة بتضع حوافز يعني كبيرة لتشجيع التحالفات العملاقة عشان تدخل معانا في هذا المجال. قطاعات زي الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النهاردة على قمة أولويات الدولة المصرية، وبتتاح لشراكة رجال الأعمال والقطاع الخاص. يعني الحقيقة برضو خدنا يعني قرار مهم جدا بالسماح بتأسيس الشركات من خلال يعني الفيرتشوال يعني ارينا، يعني مش هيبقى لازم النهارده اللي عايز ينشئ شركه انه لازم يجي هنا بصوره ماديه وان هو ينشئ الشركه، بالعكس احنا دلوقتي فتحنا هذا الموضوع، وبالذات علشان قطاعات زي الشباب ورياده الاعمال يعني والستارت ابس دي هتبقى مهمه جدا ليهم، وبالتالي احنا بنستجيب ليهم في هذا الموضوع. يعني دي كلها إجراءات الحقيقة إحنا بدأنا كدولة بنتخذها، وبنتابع مع كل زملائي الحقيقة مجموعة الوزراء المعنيين تنفيذها على الأرض. أيضا يعني أنشأت تحت إشرافي المباشر وحدة لحل مشاكل المستثمرين، بالرغم من أن هناك آليات النهاردة بقت موجودة وفعالة، ولكن يعني حطيت أو أنشأت وحدة يعني مباشرة تحت يعني إدارتي، بحيث أنها تتلقى أي مشاكل للمستثمرين ونحلها على الفور في خلال أيام قليلة علشان برضو نساعد في تهيئة المناخ. لدينا تحديات، نعم ونعي أن احنا لدينا تحديات ما زالت على الأرض في بعض الإجراءات البيروقراطية والإدارية، ولكن احنا بناخد النهاردة كل الخطوات عشان نذلل هذه الإجراءات ونسرع يعني بالموافقات وتسهيل مناخ الأعمال إن شاء الله في خلال الفترة القادمة لكل مجالات الاستثمار، لأن احنا بنؤمن أن الفترة القادمة احنا عدينا مرحلة دقيقة جدا، مهدنا الأرض ببنية أساسية وبنية تشريعية وبنية تنظيمية ومؤسسية، إجراءات الإصلاح الهيكلي اللي خدناها بعد الإصلاح الاقتصادي كل هدفها إنها تيسر الإجراءات وتتيح مناخ أفضل لعملية الاستثمار وانطلاق القطاع الخاص في خلال الفترة القادمة بقوة. وزي ما قلت إحنا بقينا حاطين علينا كدولة مستهدفات وكي بي آيز واضحة، ونقدر ان احنا يعني وده كانت اللي احنا اعلناه، ان كل 3 اشهر هنطلع بمؤتمر ونعلن مدى نجاحنا في تطبيق المؤشرات الكميه اللي احنا وضعناها على نفسنا. وبالتالي يعني انا مش عايز اطول على حضراتكم، ولكن في النهايه يعني مصر بتفتح يعني ابوابها بالكامل لكل مجالات الاستثمار، وبالذات في المجالات اللي انا اشرت اليها اللي احنا معتبرينها اولويه اولى ان شاء الله في خلال المرحله القادمه. شكرا لدولة رئيس مجلس الوزراء، شكرا يا فندم. والآن نفتح المجال للحوار، وستطرح الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط في مصر وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الإسلامي للتنمية، ستدير الحوار وتطرح أسئلة حضراتكم على الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء. فإذا كان هناك أسئلة أرجو من الزملاء أن يأتوا بها للدكتورة ندى. مش معاك ولا جاسم؟ مش معاك. طيب تفضل. تفضل. هل بعتت قبل لما؟
كان هناك بعض الأشخاص نعم معهم أسئلة. شكرا دكتور مصطفى. طبعا حضرتك وضحت تماما خطة الدولة والمجالات اللي هي ذات الأولوية للدولة المصرية، ولكن كان في سؤال خاص بالقطاعات ذات الأولوية. حضرتك قلت الاقتصاد الأخضر والصناعة، بس هل داخل الصناعة في مجالات محددة وقطاعات محددة الدولة المصرية شايفاها ذات أولوية عايز القطاع الخاص يخش فيها، وإيه الحوافز الإضافية اللي بتديها الدولة في هذه القطاعات؟ طيب احنا يمكن لما اتكلمنا على الصناعة يعني الحقيقة هناك القطاعات اللي يعني وضحت تماما ومن خلال جائحة كورونا وفي ظل الأزمة العالمية الحالية هناك قطاعات بعينها لا يعني لها الأولوية. قطاع زي الصناعات الغذائية وصناعات زي الأسمدة أيضا المرتبطة بها، قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، قطاع الصناعات الدوائية، وقطاع الصناعات الهندسية، وطبعا الصناعات التكنولوجية أو عالية التكنولوجيا. وهنا يمكن أنا برضو بتكلم على اللي واضح في هذا الموضوع زي صناعات السيارات الكهرباء. ويمكن إحنا أطلقنا منذ أيام قليلة استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر ومعطيين فيها حوافز كبيرة جدا بالذات السيارات الكهرباء وتوطين صناعة السيارات الكهرباء في مصر. طبعا معاها الصناعات زي ما قلت المرتبطة بالطاقة الخضراء زي الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. دي كلها الصناعات اللي احنا معتبرين انها هتبقى ذات الأولوية في خلال المرحلة القادمة. ايه الحوافز اللي موجودة؟ احنا اعطينا مجموعة كبيرة من الحوافز زي ما بقولت، الأولوية في إتاحة الأراضي وتيسيرات استخراج الرخص بأسرع وقت ممكن. أيضا الحقيقة النهاردة بنعد مجموعة من الحوافز اللي ممكن هيكون فيها حافز ضريبي لما نطلق عليه الجرين فيلدز أو المشروعات اللي هتنشأ من البداية خالص وفي مناطق جغرافية بعينها، ومحددين يمكن هنا مدن الجيل الرابع، العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، مناطق قناة السويس، المنطقة الاقتصادية قناة السويس، إن ممكن يبقى فيه مجموعة من يعني الحوافز الضريبية. وبالفعل إحنا ده بننسقه مع وزارة المالية بحيث هتعلن في خلال الفترة القادمة، بحيث برضو تشجع على الاستثمارات الجديدة في هذه المناطق الجغرافية بعينها اللي إحنا شايفينها مناطق تنموية هتكون في خلال المرحلة القادمة. تمام شكرا. في سؤال تاني خاص بمحطات تحلية المياه. الدولة المصرية أعلنت مؤخرا اهتمامها بإنشاء العديد من محطات تحلية مياه البحر. هل كل الاستثمارات اللي هتخش في محطات التحلية هتكون استثمارات خاصة ولا هيكون بالشراكة مع الدولة؟ احنا في مصر طبعا لدينا تحدي كبير جدا، دولة بتنمو بنمو متسارع، عدد سكان بيكبر، ونفس كمية المياه اللي بتأتينا منذ آلاف السنين من نهر النيل. وبالتالي الدولة المصرية حطت خطة واضحة جدا لإنتاج يعني ما يقرب من 6 مليون متر مكعب يوم للأغراض التنمية وتوفير المياه للفترة القادمة. المرحلة الأولى منها المفروض 5 سنوات حوالي 3.5 مليون متر مكعب. كلها والهدف الرئيسي منها إنها تتعمل من خلال القطاع الخاص. ويمكن عشان كده إحنا يعني وضعنا بالفعل خريطة واضحة المحطات دي هتبقى فين، وأغلبها محطات الحياة هتبقى طبعا لخدمة كل مشروعات التنمية اللي بتحصل على السواحل المصرية، أو حتى لاستبدال محطات قديمة كانت بتستخدم فيها مياه نهر النيل بنستبدلها بمحطات تحلية مياه البحر. الهدف الرئيسي لأن ده اللي يهمنا جدا إن برضو إنتاج المية المحلاة يبقى من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة. وبالتالي احنا بنربط الموضوعين مع بعضهم البعض. الحقيقة وضعنا دلوقتي خلاص الخريطة الخاصة بالأراضي وفين هذه المشروعات المفروض تتعمل،
وعملنا الحقيقة الـ RFP، والمفروض إن شاء الله يعني بالفعل إحنا تلقينا الحقيقة يعني عروض من العديد من التحالفات العالمية لأبدة اهتمام شديد لتنفيذ هذه المشروعات. إحنا يمكن هنطلق يعني طلب الحصول على العروض الفنية والمالية في خلال الفترة القادمة، وبنستهدف كمرحلة أولى توليد أو إنتاج 2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من مية البحر، وده إن شاء الله هيبقى في الفترة القليلة القادمة، بحيث هدفنا طبعا زي ما بقول إن إحنا نحصل على أفضل العروض الفنية والمالية من التحالفات العالمية. شكرا. السؤال الثاني خاص بقطاع الأدوية وخاصة اللقاحات، إيه توجهات الدولة المصرية لتوطين صناعة اللقاح في مصر؟ وده بيتم بالشراكة مع القطاع الخاص ولا ده إيه خطة الدولة وتوجهاتها في المجال؟ الدولة المصرية الحقيقة لديها يعني خبرات هائلة في قطاع الأدوية، ويمكن عندنا شركات وكيانات كبيرة عملاقة تابعة للدولة، يمكن شركات زي فاكسيرا وخلافه دي موجودة، وشركات في قطاع الأعمال لدينا الشركة القابضة يعني لصناعة الأدوية، ولكن في نفس الوقت لدينا صناعة يعني خاصة أو قطاع خاص قوي جدا. إحنا لدينا 150 مصنع وكيان في مصر داخل في هذا القطاع، وبالتالي مرة أخرى الحقيقة في بالذات فيما يخص اللقاحات، إحنا الحقيقة من خلال الكيانات المؤسسية اللي موجودة في الدولة بدأنا بالفعل في النقاشات مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسات دولية كبيرة في أن تكون مصر مركز لإنتاج اللقاحات على مستوى الإقليم كله، ويمكن يعني منظمة الصحة العالمية نفسها قالت إن يعني مصر من الدول القليلة في قارة أفريقيا والشرق الأوسط اللي لديها البنية الأساسية لهذا الموضوع. وطبعا أيضا تم اعتماد هيئة الدول المصرية إنها تبقى هيئة تقدر إنها تعتمد اللقاحات في خلال الفترة القادمة. اللي احنا بنعمله النهاردة هدفنا إن احنا نتيح البنية الأساسية اللي موجودة لدى الدولة من شركات وكيانات مصانع للشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج اللقاحات والأدوية أيضا الاستراتيجية اللي احنا شايفينها في خلال الفترة القادمة. وبالتالي مرة أخرى بندعو القطاع الخاص المهتم أو اللي ليه خبرة كبيرة في هذا القطاع إنه النهاردة يقدر يدخل معانا. ومرة أخرى أنا قلت هذا القطاع من القطاعات ذات الأولوية اللي احنا هنديله حوافز إضافية في خلال الفترة القادمة إن شاء الله. شكرا. طيب، تم الإعلان مؤخرا عن تأسيس صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، هل حضرتك ممكن تدينا فكرة عن الحجم التمويل اللي هيبقى مرصود لهذا الموضوع ودور القطاع الخاص فيه برضو؟ ده الحقيقة هذا الصندوق هو جزء من استراتيجية توطين صناعة السيارات، وبالذات هنا التركيز على صناعة السيارات الكهربائية أو السيارات اللي هي كمرحلة انتقالية تشتغل بالغاز الطبيعي. ومرة أخرى ده في إطار توجه الدولة لتشجيع عوامل يعني أو وسائل أو مركبات النقل الجماعي والنقل الخاص اللي بتشتغل بالطاقة يعني النظيفة. وبالتالي كانت الفكرة إن هذه الصناعات في البداية وبالذات على الأخص صناعة زي السيارات الكهربائية، الحقيقة ما زال التكنولوجيا اللي فيها بتخلي ثمن السيارة أغلى من السيارة اللي بتشتغل بالوقود العادي. فكانت الفكرة بتاعنا عشان نشجع توطين هذه الصناعات بصورة سريعة في الفترة القادمة، إن الدولة بتنشئ صندوق اللي حضرتك قلتي عليه، وبحيث ان هذا الصندوق يعني بيحدد ليه بعض الموارد، سواء الدولة بتضع ممكن بعض المساهمات او من خلال بعض الرسوم اللي بتفرض على بعض يعني الاستخدامات او الأنشطة اللي ممكن تكون بتضر بالبيئة، بحيث ان يعني نقدر نجمع في خلال هذا الصندوق المبالغ التي تمكن الدولة المصرية من دعم السيارات زي بالذات على الأخص السيارات الكهرباء أو السيارات اللي هتبقى بتنتج بالكامل وتشتغل بالغاز الطبيعي، بحيث يبقى لدي آلية مستدامة تشجع هذه الصناعات. يبقى النهاردة لما يجي قطاع خاص ويجي ينشئ مصنع للسيارات الكهرباء أو حتى وسائل النقل الجماعي اللي شغالة بالطاقة النظيفة، هيبقى نقدر إن احنا ندعم بصورة مبدئية
الفرق اللي هيحصل ما بين قيمة السيارة اللي بتطلع بالطاقة النظيفة مع السيارة اللي بتطلع بالطاقة التقليدية. يبقى أنا كده بأخلق آلية لفترة انتقالية لغاية لما التكنولوجيات دي احنا شايفينها انها مع الوقت بتبدأ يعني قيمتها يعني بتبدأ ترخص، وبتبدأ زي ما شفنا في أمثلة أخرى تبدأ تبقى في نطاق السعر المنافس والمستهدف، وبالتالي دي كلها حوافز النهاردة الدولة المصرية بتعملها عشان تسرع بتوطين هذه الصناعات في مصر إن شاء الله. شكرا. آخر سؤال بقى عشان عارفة طبعا حضرتك مستعجل وودتنا كتير من وقت حضرتك، إيه خطة الدولة لزيادة مصادر النقد الأجنبي؟ هل الاعتماد في الفترة القادمة هيكون على الصادرات بشكل أساسي؟ وهل في أسواق بعينها الدولة بترى فيها فرصة واعدة لمصر للصادرات المصرية؟ الحقيقة ده برضو طبعا سؤال مهم جدا، لأن ده جزء من الخطة اللي أعلنتها الدولة المصرية في خلال الفترة القادمة. إحنا طبعا كدولة يعني عايز أقول إن موارد النقد الأجنبي التقليدية اللي مصر كانت دايما معتمدة عليها، تحويلات المصريين في الخارج، الصادرات، دخل قناة السويس، السياحة، الحقيقة هذه القطاعات نمت بصورة يعني بمعدلات الحمد لله يا رب معدلات جيدة جدا، وبالرغم من كل الأزمات اللي مرت العالم بيها الفترة السابقة، ولكن شهدت يعني الفترة السابقة معدلات كبيرة لنمو هذه المصادر التقليدية. ولكن اللي احنا وجدناه ان الاقتصاد المصري ايضا بينمو بمعدلات كبيرة جدا، وبالتالي احتياجاته من العملة الصعبة بقت كمان ايضا بمعدلات عالية. عشان كده كانت الرؤية واللي الدولة وضعتها ان مضاعفة الصادرات المصرية في خلال السنين القادمة لتصل إلى الهدف 100 مليار دولار، وده هدف محوري النهاردة إحنا كدولة بنعتبره النهاردة يعني مش أوبشن، هو ما بقاش خيار، ده بالعكس إحنا كدولة بنشتغل عليه بقوة كبيرة جدا. ولكن أيضا ونعي إن هذا الكلام بياخد مدى على الأقل 3 سنوات عشان يشتغل، لكن الدولة المصرية ويمكن ده كان يعني أعلنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية في رمضان، إن الدولة هتتيح جزء من الأصول بتاعتها اللي موجودة لدى الحكومة، وده كان جزء من اللي أنا قلته في وثيقة سياسة ملكية الدولة، هتتيح جزء من أصولها بما قيمته 40 مليار دولار، بحيث إن إحنا بنتيحه للقطاع الخاص ان هو يدخل ويعني ياخد هذه الاصول بمعدل 10 مليار دولار سنويا على مدار 4 سنوات. فده هيبقى جزء اخر من ان شاء الله اللي احنا بنتيحه بصوره غير تقليديه لتوفير موارد العمله الاجنبيه. الحقيقه لدينا يعني خطه طموحه جدا لمضاعفه عوائد السياحه، وبنشتغل على هذا الموضوع، مناطق يعني سياحية لتيسير الإجراءات الخاصة بمشروعات السياحة، وبالذات النهاردة فتحنا مناطق لم تكن يعني بتجتذب كسياحة دائمة زي الساحل الشمالي الغربي، والنهاردة مدينة زي العلمين الجديدة الحمد لله بقت مقصد يعني سياحي، ليس فقط سياحة محلية ولكن سياحة دولية. وبالتالي لدينا خطة أيضا لمضاعفة عدد السائحين المصريين في خلال 3 سنوات القادمة، وبالتالي معناها أيضا مضاعفة العوائد من السياحة. والحقيقة برضو يعني الحمد لله كان المشروعات اللي اتعملت لتنمية قناة السويس وتنمية المنطقة الاقتصادية المحيطة ليها ابتدت النهاردة، يمكن لما اتعمل مشروع يعني ازدواج قناة السويس في 2014-2015 يعني كان لسان حال البعض بيقول يعني المشروع ده يعني ما قناة السويس اوريدي شغالة، طب احنا محتاجين فعلا نزيد من ازدواجيتها. النهاردة الحمد لله بعد ما كانت فترات التراكي او الانتظار كانت بتصل الى 3 ايام احيانا ما بين القوافل وبعضها البعض، النهاردة بقت اقل من 11 ساعة. ده مكننا النهاردة من زيادة يعني ومضاعفة اعداد السفن الحاويات اللي بتنتقل النهاردة جوه قناة السويس، اللي خلانا النهاردة الحمد لله عوائد قناة السويس بتزداد، وعندنا الرؤية انها فعلا هتزيد بمعدلات ان شاء الله كبيرة في خلال الفترة القادمة. شكرا لحضرتك دولة رئيس مجلس الوزراء معالي الدكتور مصطفى مدبولي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وشكرا طبعا لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد، وشكرا للدكتورة ندى مسعود مستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط المصري. شكرا دكتور. شكرا. شكرا.
أرجو من السادة الحضور البقاء في أماكنهم، حيث سنشهد بعد دقائق قليلة جدا مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. لحظات قليلة وتبدأ هذه المراسم، فأرجو البقاء في القاعة. شكرا جزيلا.